السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا. شكرا. الله يحفظك بخير. البرد عشان انا ضربني واحد البرد الاصدقاء حسيت راه معذبني. دابا المهم الاصدقاء غادي يمشيو لهذا الواحد كاستل الاصدقاء هذا بن مشطار راجل. غنمشيو لواحد القصر الاصدقاء دابا اول مره انا غادي نمشي نخليه كيعاودوا بانه زوين. المهم نشاركوا معكم ان شاء الله. مرحبا بكم في ديمبرا. مرحبا بكم في ديمبرا. مو دابا الاصدقاء مول القنبري غادي بينا القصر. حمزه تا هو معنا الاصدقاء. واش اخويا مرحبا بكم. هادي القناه ديالو اللي ما عارفوش. الله يحفظك. اول مره غادي يجي عندنا بجليل من هنايا اسكتلندا عجباتو صراحه واقيلا غادي يبقى هنايا. وهي هادشي اللي كنخدم. ماشي شي حاجه كنبغي. مول القنبري خويا معاكم اللي جاب اسكتلندا من طرف سي عبد الجليل بارك. مرحبا بكم. عندي في الدار عندي. باش بان لك شنو اللي احسن ويز ولا اسكتلندا؟ كله عنده ما كله عنده الجمال ديالو. انا ويز كنت تحلف عليا. ويز كنت عليا. الصراحه بصراحه شوف الصراحه اخويا انا كنت في ويلز كنت في كارديف صراحه زوينه يعني الحركه ولكن ايدنبرا احسن. ايدنبرا عامره. كتبقى عامره. المقارنه ما بين كارديف وايدنبرا كتبقى ايدنبرا احسن. أكبر مدينة في بريطانيا. بصح قديمة قديمة بزاف. راه قلت لكم واحد الفيديو الأصدقاء الأول قديمة بزاف. حنا بغيت تقول الأصدقاء بزاف وفيها بزاف ديال البنايات ديال الرومان الأصدقاء. ونبني لنا مستقبلا أفضل. اصدقاء جينا دابا القصر لقينا واحد البلان طلع دابا حاليا جينا معطلين وكيسدوهم مع الربعه واخا هو باقي الحال يلاه جوج دابا هذيك الدير الاصدقاء وقال لك لا صافي تي كيحبسوا ما كاينش دابا حاليا. لهذا الاصدقاء حتى الغدا نحاولوا نمشيو في الصباح لحقاش حنا غدا راجعين بحال هذا مي غادي راجعين بحال حتى العشيه ولكن نحاولوا نجيو في الصباح هنا باش ندخلوا ليه ان شاء الله. اخيرا الاصدقاء غادي ندخلوا دابا. البارح ما قدرناش ندخلوا جينا معطلين دابا يلا خدينا التيكي واخا معطلين على المطار غادي ندخلوا غير بشويه مش بالزربه. I don't understand why everyone ونخرج ان شاء الله. المهم ها هو القصر الاصدقاء حنا غادي ندخلوا ليه دابا ان شاء الله ونكتشفوا شنو كاين لداخل. شيء يحيا بالأمل.
الأبسام فات ونبني لنا مستقبلا أفضل. المهم الاصدقاء انا دخلنا هنايا اضربني البرد الاصدقاء بزاف وحق الله ما عندهم البرد بزاف. انا هاد القصر هذا واحد البلان فيه اللي على ملي كتدخل كتسحب القصر من وراه ديالو كتلقى بحال الدرب فيه كبير بزاف بحال هكا شكون كيبان لكم هنايا كاين اللي تحت تما وباقي الفوق غادي نطلعو ان شاء الله تما راه ما كيبان لكم حد الله وتما غادي نمشيو نشوفو كاملين ان شاء الله من بعد غادي نحطو دابا هاد الدريبة الاخرى هكا ونشوفو شنو كاين تما ان شاء الله. ترى علام هو هذا هاد القصر هذا مبني فوق جبل خاصني نصور لكم من الجهة الاخرى راه كيبان لك على الحافة المحطوط والله العظيم عرفت كيخلع. اصدقاء دخلنا دابا المعرض بدا نشوفوا الاسلحه وداكشي اللي كان في الحرب اللي كان دافع دابا هنايا ماشي قديم بزاف تقريبا شي من 1600 وشي حاجه ولا 1800 وشي حاجه. وشفنا واحد الكلب اللي بزاف واحد الكلب مسكين بقاو محنطينو بحال هكاك من 1860 هو بحال هكاك كان كلب حقيقي نهار مات نهار حنطو بحال هكا دار هذاك خلاوه بحال هكاك شوفوا الناس ما قدرش نصور لكم الخوت كلشي لحقاش كانت الدنيا مظلمه الا لاحظتوا راه كنت كنكمل لكم على قصه ديال الكلب وظلمات الدنيا. المهم هذاك راه من 1860 هذاك الكلب هذاك اللي شفتوه نهار مات نهار خلاوه بحال هكا احتفظوا عليه مسكين. وشفنا شنو هو كاين تما كاين الاسلحه وكاين هذاك الشيء ديال الحرب اللي دازت هنايا وصافي هادشي اللي كاين ماشي شي قديم بحال اللي كانوا هذاك الشيء قديم اللي كنت ديكم انا في ويلز في كاين عندنا كاين شي حاجه 800 وشي حاجه في ميلاديه هادو 1600 1500 مي باقي ما قريناش كلشي صراحه وباقي ما عرفتش امتى تبنى هذا القصر انا غادي نشوفه ونشوف اش من عام تبنى فيه ان شاء الله. هذا الخوت اللي خرجنا منه دابا حبس كان اللي كيشدوا فيه ملي كتكون شي حرب كيشدوا فيه الناس تما وكيباتوا تما شي فيه فين كانوا كينعسوا ترى بزاف. وانا نقدر نصور لكم غير ديك القاعات كاين قاعات بزاف اخرين بحالهم ولكن كاين الظلمه بزاف ما نقدرش نصور دابا حاليا غادي ندخل واحد البلاصه هي اللي قديمه بزاف 1488 هادي اي بدات كتقدام القضيه باقي ما عرفتش واش غادي نلقاو مقدم منا دابا ما كنتش متوقع قبيله غادي نلقاو شي حاجه قدم منا دابا 1488 هاد البلاصه اللي ندخلو لها باقي ما عرفناش شنو هي غندخلو دابا ان شاء الله. فلننسى ما فات ونبني لنا مستقبلا افضل. جلست هنا مصغي لصوت
المطر أفكر ما الذي حصل لحالي طوال سنوات مثل أناس كثر يضيع مني العمر عشان أصدقاء واحد الفيو عارفين من عاوش شكم كدير واعر واعر وبغيت نقول لكم واحد حاجة واحد القبورة هم ما كيبانوا لكم هذا هاد القبور هذه ديال الكلاب الخوت الكلاب اللي كانوا وافين ليهم بزاف دفنهم كاملين تما ولكن واحد الفيو على الاصدقاء واعر واعر بزاف واحد الله العظيم Do you like this castle? Yeah, it's nice. It's not my thing. Like I'd prefer to go around the shops and come here, but I come here for you. So I know you enjoy it. But yeah, it's nice to see. قلت لها واش شكون هذا؟ قالت لا لا ماشي هذا ماشي الحوايج اللي كنهتم بها انا 1286 القصر تبنى في 1286 باش تبنى باش بدا قلت لها واش عجبك القصر قالت لك لا راه هذا الشيء ماشي الستايل ديالي انا كنبغى ندخل ماشي اللي شوب بحال هكا ودخل لي نبقى نشوف فيهم ولكن جات على قبلي ولكن في الاخر عجبها قالت عطي واحد الفيديو باش نشوف فيها قدامي ترى بزاف بزاف هذا كله 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 عنده مناظر واعره كله هكذا مكبلا يدي أصدقاء أرى كله إمتى تبنى كله إمتى تبنى هذا القصر هذا كله إمتى مي هاد الجيت هذا يا خوش هذا هو بلكش بلكم ورايا هذا داز عليه 2000 عام الأصدقاء شو اللي كاتبين دابا قريناها 2000 عام باش داز عليها ولكن كل حاجة كانت كتبنى إمتى حيت لحقاش كنت قلت لكم راه فيه دروبة هنايا بزاف كل حاجة كانت إمتى كتبنى وكيعطيوها التاريخ ديالها المهم هاد البوابة هذه داز عليها 2000 عام أصدقاء ما قدرتش نصور الفيديو كامل لحقاش القصر كبير كبير بزاف وانا مابقاش عندي الوقت خاصني طياره عندي دابا خاصني نكون من هنا لواحد ساعه خاصني نكون في المطار لهذا الاصدقاء صورت غير هذا شويه هذا نتمنى يكون عجبكم وما كراش نصور لداخل ما كانت الظلمه بزاف ما عنديش شي ماتريال مزيان ونهز معايا التليفون لهذا ما صورتش لكم مزيان من الداخل هذا اللي كان الاصدقاء شكرا لكم بزاف نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر مع السلامه